مساء الخير على مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم ولاد بلدنا. أهلا ولاد بلدنا، ولاد بلدنا الجدعان اللي دايما فرحانين، اللي دايما مثقفين ومتعلمين، اللي عاوزين يبنوا بلدهم بجد. ولاد بلدنا اللي اتبنت على كتافهم مصر. بيقولوا إن اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، لكن أنا من رأيي اللي بنى مصر هم ولاد مصر وأبناء مصر. وعشان بما إننا بنتكلم عن أبناء مصر، فيسعدنا إن احنا يكون معانا مجموعة من ما بين رجال أعمال وما بين لاعب كرة قدم من الناس اللي بنت مصر فعلا. يسعدني إن يكون معايا في الفقرة الأولى الأستاذ بهاء علي، رجل أعمال من الصعيد، ومع ذلك من إنه رجل أعمال ولكنه من طراز خاص، من طراز مختلف، لم يقتصر عمله على مجرد إنه رجل أعمال فقط، بل طبعا حاول إن هو يرعى النشاط الرياضي في مصر. وطبعا كان صاحب فكرة إقامة أكاديميات لتدريب النشأ في الصعيد. مساء الخير يا استاذ بهاء. مساء الخير حضرتك، شرفتنا يا فندم في البرنامج. الله يخليك. وبرضه معانا النهارده في البرنامج الاستاذ شريف علي، حارس مرمى نادي ابو قير للاسمده. ازيك يا استاذ شريف؟ شكرا. ومعانا برضه الشيف عبد الرحمن والشيف المساعد حماد. اهلا وسهلا حضرتك يا استاذ اسلام. استاذ بهاء، حضرتك مع ان حضرتك رجل اعمال العضو المنتدب لشركه بدايه للتجاره والتصنيع والراعي الرسمي لمجموعه اكاديميات كره القدم في الصعيد، ليه حضرتك اخترت الصعيد بالذات او سوهاج قلب الصعيد، مع العلم ان حضرتك ممكن تعملها هنا في مصر لو عايز حضرتك تنال الشهره اكتر او الانتشار اكتر؟ اسمح لك اتكلم مع حضرتك بصراحه. اتفضل. انا لو جيت عملت في القاهره كان هيبقى بالنسبه لي سهل. بالنسبه اول حاجه ربح، شهرة، الأضواء هتكون مسلطة عليا. لكن أنا بما إني من سوهاج وبحب بلدي وانتماء لبلدي، فقررت إن أنا أعمل حاجة في بلدي، لأن سوهاج فيها كفاءات وفيها يعني فيها ناس مواهب كتير طبعا. بس الأضواء قليلة عليه، مش مسلطة عليه. فحبيت أعمل حاجة في بلدي عشان تنفع أخويا، تنفع ابني، عشان تنفع صاحبي، كل حاجة تبقى في بلدنا نقدر نساعد بيها بعض. فقررت إن أنا أعمل هناك في بلدي، والأخص اللي هي سوهاج. أنا من سوهاج، فحابب ان انا اعمل حاجه في بلدي. ده اول حاجه خلتني ان انا افكر اعمل الاكاديميه عندي في سوهاج. تمام. الحاجه الثانيه يا مساعده من حضرتك برضو للصعيد، باعتبار ان ابناء الصعيد نظرا لطول المسافه ما بينهم وبين العاصمه، فدي فكره كويسه من حضرتك جدا انك تفكر في انشاء اكاديميه ترعى ابناء الصعيد او خط الصعيد. هو بالنسبه عشان المشوار بتاع الصعيد، وزي ما قلت حضرتك الاضواء قليله هناك، فحبيت اعمل اكاديميه هناك، وان شاء الله ان شاء الله يوم 15/10 هنفتتح الاكاديميه، ومفروض حضراتكم هتكونوا تشرفونا ان شاء الله في الافتتاح، وهتكون بدايه حاجه جديده، حاجه كويسه في الصعيد، ويا رب يكونوا اهلنا راضين عننا ان شاء الله. والله يا فندم بالتوفيق جدا، وده فكره كويسه ومبادره كويسه جدا من حضرتك، ان حضرتك رجل اعمال لم تقتصر في عملك على انه مجرد رجل اعمال، بل بالعكس انت اتجهت لنشاط تخدم فيه اهل بلدك. اكيد. تمام. يعني دي حاجه في حد ذاتها مبادره كويسه جدا من حضرتك لابناء بلدك. هو جنب مجال شغلي، انا شغلي اساسا توريدات. تمام. فحبيت اعمل حاجه اخدم فيها. في عندنا مواهب كتير في الصعيد، في كتير، مش في سوهاج بس، في كل المحافظات، بس كل واحد بينتمي لبلده، وانا انتمائي طبعًا للمحافظه طبعًا. اللي انا اتولدت فيها وتربيت فيها وليها فضل عليا طبعا. فحبيت اقرب المسافات. في شهره ماشي في القاهره هنا او العاصمه، فيها شهره ماشي، هناك هيبقى فيها شهره بس شويه وقت. ان شاء الله ان شاء الله هنوصل لاعلى مستوى، وهنوصل لحاجه كويسه، وان شاء الله ان شاء الله الاكاديميه هتتفتح 15/10، وبعد شويه هيكون في دمج مع نادي كبير لاكتشاف المواهب اللي احنا هنكتشفها من الصعيد، وهنوصل لنوصله لمرحله كويسه ان شاء الله باذن الله. يا كابتن، سؤال للكابتن شريف. كابتن شريف محمد، حارس مرمى نادي ابو قير زي ما ذكرت، بدايتك كانت ازاي مع كره القدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدات في مركز شباب نجوم المستقبل مع كابتن كمال وكابتن حسن حسين، بعد كده انتقلت رحت لمركز شباب الصعيد مع كابتن اشرف العشري، بعد كده رحت اختبارات اتحاد سكندري ومفتش، وبعد كده بقالي 5 سنين في ابو قير الاسمده. تمام. والسنه اللي فاتت كنت ربنا كرمني ورحت منتخب اسكندريه مع كابتن بيبو. بالتوفيق يا كابتن شريف. ان شاء الله. طيب الاستاذ بهاء، هو حضرتك ملاحظ ان الفرق الكبيره بتعتمد على الناشئين. تمام. تمام. طبعا كانت فكره اعتماد الفرق في ما سبق على اللعيبه اللي هم الجاهزين، فكره نظام الشراء والاعاره وكلام من ده،
فايه راي حضرتك في موضوع اعتماد الفرق الكبيره على الناشئين؟ النهارده حضرتك بتشوف الاهلي وبتشوف الزمالك وبتشوف الاسماعيلي بتشوف الفرق الكبيره بدات ترجع تاني لقطاع الناشئين بتاعها وبدات تطلع منه مواهب. تمام، المواهب دي صغيره علشان تمسك الاشاره من الناس الكبيره اللي هو السن خلاص وصل بيها انه ممكن الاصابه تاثر عليه طبعًا. فمش هيلاقي بديل ليه. طيب لما مش هيلاقي بديل ليه فالقطاع البديل ليه اللي هو ايه؟ قطاع الناشئين. طيب كل النوادي الكبيره الاهلي الزمالك الاسماعيلي الاتحاد السكندري والانديه الكبيره والجماهير بدات تظهر ليه ترجع لمين اعتمادها على الناشئين. طيب قطاع الناشئين دوت وبدا تطلع منه المواهب فمن خلال النقطه دي احنا بنعمل اللي هو الاكاديميه بتاعتنا اللي من خلالها نهيئ الناشئين او المواهب الجديده اللي طالعه ان بقى ليها فيها فرصه نعرف نسوقها في سوق الكوره. والله هو فكره حضرتك اصلا في انشاء الاكاديميه او اتجاه حضرتك لمجال يعتبر لو ذكرنا هيبقى بعيد عن مجال عمل حضرتك، بس فكره انك ترعى نشاط في كده في بلدك ده فكره كويسه جدا ومبادره كويسه جدا ان حضرتك تفكر في موضوع ان الناشئين فعلا هم اللي يجب عليهم التركيز في الفتره الجايه. لان هم الناشئين هم مستقبل الفرق. هم المستقبل. اللي عدى السن دوت خلاص بعد سنه اثنين بعد ثلاثه اربعه طبعا وقف. خلاص. فيبقى ظاهر في حاجه مع الاصابات برضه والكلام ده بيأثر هيبقى في ظاهر حد تاني، الحد التاني دون هيبقى مهيأ انت اكتشفته من مرحله من البدايه كده حطيت عينك عليه نميته وصلته لمرحله ان هو يظهر، فلما يظهر هياخد فرصته صح. تمام، فدي كانت بدايه الفكره عندي في الاكاديميه وفي ناس اصحابي. على فكره هو مجال شغلي التجاره ما يمنعش ان انا احط حاجه جنب منها، المهم في اداره. تمام، بس فان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا يا رب. ربنا يوفقك، هي مبادره جميله جدا إن شاء الله من حضرتك لابناء بلدك. ربنا يكرمك، ربنا يخليك. شيف عبد الله معانا في وصلت لفين كده ولا عملت ايه؟ انا دلوقتي قصيت التورتايه وحشيتها بالكريمه وحطيت نوتيلا من جوه طبعا شويه مكسرات شويه حبشتكنات كده انت بتاكل كده. تمام عبد الله، الشيف عبد الله ملك الحبشتكنات. حبيبي حبيبي استاذ اسلام. طيب شريف، مين مثلك الاعلى في حراس المرمى عالميا ومحليا؟ نفسك تبقى زي مين؟ محليا اخيرا كان الحضري. تمام، وعالميا بحب تريستيجن. حارس مرمى ايه؟ برشلونه. برشلونه، ربنا يوفقك يا كابتن شريف. طيب استاذ محمد، استاذ بهاء عفوا، حضرتك بما ان من ابناء الصعيد من ابناء سوهاج بالتحديد، شفنا طبعا في الدوري العام الوقتي فريق اسوان. تمام، حتى كان ليه مباراه شيقه مع نادي الزمالك. تمام، حضرتك كلنا سمعنا عنها في الهدف الاخير اللي جه، بس سامعين دلوقتي ان فرقه اسوان دايما هتنزل تهبط عن الدوري العام، هتنزل في مرحله هبوط. يعني ايه العوامل اللي تنجح فرقه زي دي جايه من الصعيد ان هي تفضل دايما مستمره في الدوري الممتاز؟ تطلع اللعيبه الناشئين، هي معتمده على الناشئين، تطلع اللعيبه عندها تاخد دورات في انديه تاني وتكون اعارات. الاعارات دي لما هتطلع هيكتسبوا خبرات، هيكتسبوا احتراف اكتر، فلما يرجعوا على النادي بتاعهم ومش شرط تبقى الاعاره بفلوس كتيره، تبقى بفلوس قليله. وفرت الاعارات هيرجع الفريق لما يرجع للدوري الممتاز خد استفاد منه وبقت عنده المعلومه بقت عنده الاحترافيه، هيقدر لما يرجع في الدوري الممتاز عنده مع الفريق بتاعه هيفتكر ان هو يوصل للاداء صح وهينفذ الاداء بتاعه كويس. بس هو اداؤه كان كويس جدا، فريق اسوان ابهرنا بماتش جامد. تمام، مع الزمالك. تمام، هو ماتش جامد جدا. هو فعلا انتهى بفوز النادي اسوان. نادي اسوان انا بقول لحضرتك بس هو تعقيب شويه ان النادي ينتبه بس ان يطلع اللعيبه الناشئين دي يطلعها بره اعارات، الاعارات دي ما تكونش بفلوس كتيره، تكون بفلوس قليله على سبيل انها تقدر كبدايه تشجيع مثلا للاعبين وطبعا واكتساب خبرات ومهارات مهما كان برضه فريق لسه صاعد جديد. لسه صاعد جديد. تمام، فهيكون مجال قدام منه فرصه انه يكتسب الخبرات دي ويرجع بيها يتعامل مع الفريق بتاعه هيوصل للي محتاجه الفريق اسوان ان شاء الله. باذن الله. كابتن شريف، كان لاسرتك دور في تشجيعك انك تمارس الرياضه وتمارس هوايتك اللي هي حراسه المرمى في كره القدم، ولا في عقبات قابلتك من ناحيه الاسره؟ لا، ما قابلتنيش عقبات من ناحيه الاسره، بل في دعم من ناحيه الاسره، والدي ووالدتي وعمامي والجميع، وعندنا في البلد برضو كله كان بيدعمني، ما فيش كلهم كانوا واقفين في ظهري. كلهم تشجيع طبعا، ما حدش واقفك مثلا قال لك الدراسه لا مش عارف ايه لا موضوع الدراسه، ولا شجعوك ونظموا لك وقتك ما بين الدراسه وما بين ممارستك لهوايتك؟ هم نظموا الوقت بين الدراسه والوقت. تمام، هم رشحوا لي الاكتر الدراسه طبعا. بس اكيد احنا انا بقى
بحب الكوره قوي، وبحب انا اصلا ما كنتش بلعب اصلا حارس في الاول، بس ربنا كرمني كده. وكان حصل كده، كان عندنا ماتش مع فريق من اسكندريه وكنا عاوزين حراس، فانا قلبت بقيت حارس اروح انا العب في مع فريق الاسكندريه، هو كان نادي السيد اصلا، تمام. وربنا كرمني والحمد لله ماشي بشكل كويس حاليا ربنا يوفقك ان شاء الله. استاذ بهاء، مع العلم ان حضرتك كرجل اعمال كان ممكن ان انت تتجه في اي نشاط تاني او في اي حاجه تانيه مثلا تخص مجال التجاره والصناعه، بس مع ذلك اتجهت لانك ترعى مواهب شابه او مواهب ناشئه في مجال كره القدم. هل ده حضرتك من حبك مثلا لكره القدم، ولا ده مثلا حاجه جواك ان انت عاوز تساعد اهل بلدك في المجال ده؟ اتكلم معاك بصراحه، لا حاجه ان انا اساعد اهل بلد. انا كوره مش قليل، مش قوي فيها، مش متابع فيها. لا مش قسم، مش متابع، ما فيش واحد مصري ما يتابعش كوره. مش متابع جيد يعني، او مش متفرغ جيد لموضوع الكوره يعني. مش متفرغ ليها، بس حبيت اساعد ان انا اعمل حاجه بعد شويه الاقي ابني، الاقي اخويا، الاقي سين صاد ظاهر، لان الفرصه عندنا في الصعيد قليله جدا. نظرا في ناس مواهب ربنا يعلم بيها، عندها القدره وعندها الكفاءه تعادل اي حد، بس الاضواء مش مسلطه عليه. فلما تيجي فرصه قدام مني ان انا اعرف اسلط الضوء على حد واعرف اوصله في حد ذاته، ده بالنسبه لي مكسب. مش كل حاجه الفلوس، في مكسب، هو هستفاد من الاثنين ما اكذبش عليه، بس ان انا اوصل واحد واخليه يستفاد ويوصل لحلمه هو عاوز يحققه، انا هكون مبسوط وهكون عندي الحمد لله قناعه كويسه. تمام. طيب هو بما ان حضرتك رجل اعمال، ايه مثلا برضه نتطرق برضه لموضوع تخصص حضرتك، بما انك رجل اعمال ازاي تقدر تساعد الشباب مثلا، او ازاي تنصح الشباب ان هو ممكن يجتهد ويشتغل على نفسه بحيث انه يصبح رجل اعمال مثلا ناجح زي حضرتك؟ اول حاجه يجتهد صح، ما يملش. يمكن انا اتكلمت في حلقه فاتت، حصلت عندي ظروف ومريت بظروف وعديت بالمرحله دي، في نظير ان انا ابني نفسي. تمام. ساعدت نفسي وقفت على رجلي، لما اجي اقول لاي واحد عاوز تشتغل ما تخليش وقت عندك للياس، حاول. تمام. دايما يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه، انا عندي ظن عبدي بي، لما تظن بربنا كويس وليس الانسان الا ما سعى. ايوه. فهتلاقي تقدر تسعى، كل ما تسعى هتلاقي. طبعا اجتهد، مش شرط يعني، وانا في سني الصغير ممكن اسهر الليل، ممكن اسهر النهار ما عنديش مشكله، ممكن انام 8 ساعات، ممكن انام 4 ساعات ما عنديش مشكله، بس اخطط صح. عايز توصل لهدف واخطط صح. صح صح، اهم حاجه ان انا اخطط صح. انا بدات في شغلي، انا شغلي شركه زي ما قلت لحضرتك توريدات، بورد طوب، بورد اسمنت، بورد دواء. يعتبر شغلي في الصحراء، بصحى الصبح الساعه 7 بنزل شغلي، برجع على اخر النهار. مش هقول لا انا قاعد في المكتب، انا عندي المكتب بروح يومين في الاسبوع. تمام. ليه؟ عاوز اوصل. صح. يعني حضرتك بتفضل ان الشغل الميداني افضل من ان قعده المكتب؟ بكتير. تمام. بكتير. بيكتسب خبرات اكتر. وبتفتح مجالات شغل اكتر. المكتب في محاسبين، في ناس بتدير شغل، في ناس طبعا بتحسب. طبعا. انت عندك لما اجي اقابلك في الموقع هعرف استفاد معاك، هعمل معاك ديل في الشغل. طيب ما قابلتكش كلمتك في التليفون، مش هنوصل لنتيجه صح. صح. مش هشوف الدنيا ماشيه ازاي، مش هعرف احط مثلا المكان ده محتاج ايه، هعرف يعني اوفر له الحاجه دي. ما نزلتلوش فمش هتعرف تقيمه، مش هتعرف تقيمه عايز ايه، لكن بعينك هتعرف تشوف كل حاجه وتوصل للي انت. احنا بنتمنى من الشباب ان يسمع نصايح الاستاذ بهاء ويعمل بيها باذن الله، وربنا يوفق جميع الشباب ان شاء الله. استاذ شريف، حضرتك كلمنا شويه عن نادي ابو قير، كلمنا عن نادي ابو قير نشا ازاي، كلام من ده. ابو قير متنا هو شركه قطاع خاص، وهو انشا قطاع الناشئين مش قريب، معنا مش من بعيد. حاليا لسه انا بقالي 4 سنين في الفريق، هم بقالهم 3 مواسم بينافسوا على الصعود الممتاز الدرجه الاولى، وكابتن حاليا رئيس قطاع الناشئين فابوير الدكتور هشام حمدون ماشي معنا بشكل كويس، بيدعم قطاع الناشئين مع مجموعة من المدربين الكويسين اللي ماشيين كويس معانا، زي الدكتور عبد الله وكابتن محمد صبري وكابتن عمر ناجي وكابتن حمد شعبان، مجموعة من المدربين ياما. طيب انت ايه طموحاتك بعد كده في مجال حراسة المرمى؟ يعني عايز توصل لفين كده، طموحك عايز توصل لفين؟ نحترف بره اكيد طبعا. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. الشيف عبد الرحمن، وصلت لفين معانا؟ كده يعني بدأت خلاص قطايا وبجلسها، وبعد كده عامل مفاجأة طبعا مش هعلن عليها دلوقتي. المفاجأة طبعا مش هنتكلم عنها دلوقتي، هنتكلم عنها في آخر الحلقة. طب قلنا في آخر الحلقة إن شاء الله إيه هنزل المفاجأة. تمام. أنا دلوقتي خلاص يعتبر إيه شغال، إيه
خلصت ثلاث ارباع التورتايه وفاضل حاجات بسيطه يعني. لمسات بسيطه. استاذ بهاء حضرتك بالنسبه لمجال الاعمال بتاع حضرتك زي ما اتكلمت دلوقتي ان حضرتك شغال في مجال العقارات تقريبا تمام توريد التوريدات مواد البناء وكلام من ده تمام. ايه اللي ايه الصعوبات اللي ممكن تقابل حضرتك في المجال ده؟ ما فيش حاجه سهله، ما فيش حاجه صعبه. شغلك انا القطاع بتاعنا فيه عماله كتير، هي اصعب نقطه بتقابلنا في شغلنا العماله. مجال التسويق الحمد لله كل واحد دارس ازاي ويتعامل ازاي في السوق بتاعه. انا من تقريبا من 98 في السوق، فاكيد اكتسبت من اخواتي ومن اهلي ومن الناس ومن السوق ومن الدنيا اكتسبت منهم الخبره. قصه العماله مفيش واحد، الطائفه بتاعتنا صعبه شويه، فمش هتعرف تتعامل مع كل اللي معاك. انت عندك مثلا في كل فرع ما يقرب من 100 150 واحد، لو جيت جملت مثلا عندك 10 فروع دخلت في 1500 واحد، 1500 واحد مش هتلاقي العائلات كلها زي بعضها. اكيد طبعا كل النقطة واحد دي النقطه طبعاً الوحيده اللي هتقابلك، اللي هتقابلني في شغلي وتقابل اي واحد في شغلي، هي حته العمال. صعب انك تعرف تتواصل معاه لحته هو مقتنع باللي في دماغه، انت ما بتبصش على وقت، بتبص لقدام، فتجي تقول له مثلا اعمل كذا يقول لك لا طب ما انا هعملها كده، هو شايفها بنظره عينه هو وانت شايفها بنظره عينك. طبعا كل واحد زي ما قلت حضرتك الوقت، كل واحد له دماغه وتفكيره، كل واحد دماغه وتفكيره. لو جيت اتكلمت مع كل واحد وحبيت تشرح لكل واحد وقتك كام؟ اليوم عندك مش هيجي تمام، فبتضطر تضغط تحط لوائح تكلم ناس تجيب محاسبين تجيب ناس كل واحد متكلم. هي دي بس النقطه الوحيده اللي بيبقى فيها حته الصعوبه. طيب تمام، حضرتك لما فكرت انك ترعى الرياضه في 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 السوهاج او في الصعيد عموما كخط الصعيد كله عموما تمام، هل عرضت الفكره على حد مثلا، حد تقبل الفكره مع حضرتك ولا انت؟ انا معايا ابن عمي تمنيتها لوحدك. لا انا معايا ابن عمي عنده ملعب وعنده تمام اكاديميه تمام، بس الاكاديميه مش ظاهره، فانا اتاحت لي الفرصه في مجال شغلي في حكم ان انا علاقات حضرتك وكرم الاعمال وانا موجود في القاهره هنا، اتاحت قدامي الفرصه موضوع الاكاديميه. اتكلمت معاه رحب بيه، شفت رد فعل الشباب عندنا اليد في اقبال في خطوه كله تمام، عاوز مستني الفرصه. طب خلاص ربنا وفقنا اهو، وحبيت اوصل للفرصه وربنا كرمنا ووصلنا، وحبيت اقدمها ان هم يستفادوا وانا استفاد. مش هقول لك هم بس، لا طبعا حضرتك ما فيش فيها مشكله، انا بس قدمت خدمه لاهل بلدك. خدمه لاهل بلدك، عندي الملعب موجود، ابن عمي موجود عند الملعب وعلى الوضع الحالي اللي هو النظام الجديد تمام، المكان موجود، احنا نظام عندنا البلد كلنا بنعرف بعض، فانا هسمع ده هيسمع ده، هنوصل ان في يوم 15 ان شاء الله هيكون في حد في انتظاركم كتير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا. شريف ممكن تديني فكره كده، انت بدات موهبتك في حراسه المرمى من سن قد ايه؟ بدات انك تتجه لموضوع كره القدم وبدات تبان عندك الموهبه من امتى؟ من سن 7 سنين. هنا انت بدات من بدري بقى؟ بدات من بدري من سن 7 سنين. كنت بدات في اكاديميه واصلا بدات اللي هو كلاعب مش كحارس مرمى تمام، بس اتاحت لي الفرصه ان انا اكون حارس مرمى واشتغلت على نفسي وطورت من نفسي ومن ادائي لحد ما وصلت دلوقتي اللي انا بلعب فوير. كنت شغال في كنت بتلعب في مركز ايه وبعد كده غيرت الحارس مرمى؟ كنت بلعب مساك. طب وايه اللي خلاك غيرت الحارس مرمى؟ هو حاجه ظريفه كده شويه. انا كنت بلعب، انا في مدرب عاوز حراس وما كانش فيه حراس في الاكاديميه، فانا غيرت مركزي قلت العب حارس عشان اروح النادي فغيرت واشتغلت على نفسي، قعدت اسبوع اتمرن كحارس، قلت امسك كوره بواس كويس كده لحد ما رحت النادي وقابلوني واتمرنت بقى واشتغلت على نفسي لحد دلوقتي شغال على نفسي بشكل كويس تمام. وطبعا بعد كده استهويت مجال حراسه المرمى. اكيد عجبك المركز بتاع حراسه المرمى؟ عجبني المركز وربنا كرمني فيه لحد ما دلوقتي رحت منتخب اسكندريه والحمد لله اسمي مسمع في اسكندريه تمام. طيب حضرتك يا استاذ بهاء، بما انك تبنيت فكره انشاء الاكاديميه او رعايه الكره في موضوع في الصعيد تمام، حضرتك مثلا عندك مبادرات او عندك افكار ثانيه للاكاديميه ان انت ممكن بعد كده تعرض مثلا المواهب دي بحضرتك بنفسك من خلال علاقاتك على الانديه الكبيره مثلا زي النادي الاسماعيلي او نادي الاتحاد؟ ما انا قلت زي الانديه الكبيره ان شاء الله، ان شاء الله في القريب العاجل بعد افتتاح الاكاديميه تمام، في خطه اللي هو دمج الاكاديميه مع نادي كبير ان شاء الله تمام. يعني في هتتيح فرص برضه بالنسبه للناشئين ان انت حضرتك ممكن تقدم لهم عن طريقك بقى طبعا، عن طريق علاقاتك طبعا، عن طريق التعامل مع الانديه الكبيره. ما هو كده ان شاء الله، ما هو اكتشاف المواهب تمام، ان احنا نكتشف الموهبه ونختبرها صح او يعني نشوفها هل هي تصلح انها تكمل ولا لا، وبعد كده نوصلها
للنادي اللي هي تستحق تلعب فيه. طب هو اللي مش هيصلح حضرتك هتمشوه ولا انتوا عندكم مجال للتدريب برضه ان انتوا في مجال؟ انا بقول لحضرتك يعني في الملعب والاكاديميه موجوده والمدربين موجودين ان شاء الله. هي مش مجرد استقبال الناس اللي عندهم مواهب بس، لا لا لا، اللي كمان ما عندوش موهبه انتوا هتساعدوه وهتدربوه. لحد يكمل ان شاء الله يكون في مجال، الملعب موجود والمدربين موجودين. حضرتك تبنيت الفكره ككل يعني، هو ربنا حتى انا مش هيلعب كوره هيلعب كوره. ربنا سبحانه وتعالى مهيئ كل الاسباب. المكان موجود والظروف موجوده وان شاء الله الفرص موجوده والعلاقات موجوده ان شاء الله. لا هو كده اسبهام مع حضرتك، اللي مش هيلعب كوره هيلعب كوره هيلعب كوره كده بالظبط كوره هيلعب كوره ايوه كده. والله ربنا يعين حضرتك، دي مبادره جميله جدا، وان حضرتك تفكر انك ترعى مبادره في مجال غير مجال اصلا عمل حضرتك، دي في حد ذاتها كويسه يعني. ان شاء الله ربنا يوفقنا للخير وبنحاول اهو نعمل حاجه. ربنا يوفقك، ربنا مبادره كلمة جميله جدا ومعلومات قيمه جدا سمعناها من حضرتك، ويكفي المبادره نفسها مبادره جميله جدا. ربنا يبارك في حضرتك. وكابتن شريف برضه، كابتن شريف يعني نتمنى لك التوفيق جدا ان شاء الله، وربنا يكرمك كده ونسمع عنك في كبار الانديه ان شاء الله. ميرسي، شكرا. باذن الله. شريف عبد الرحمن، وصلت بنا لفين؟ دلوقتي بفنش بقى الفاكهه. تمام. فنشت، حطيت الصوره طبعا، مش هشيل الصوره دلوقتي غير في اخر الحلقه. لا خلاص بقى المفاجاه، انت كده إيه؟ انت كده على فكره انت اللي هتكشف المفاجاه. لا انت عمال تتكلم عن المفاجاه مفاجاه وانت اللي هتكشف المفاجاه في الكلام. ايوه هنعلن عنها برضو ايه كمان شويه كده بعد ما فنش الفاكهه واظبط التورتايه واظبطها وكله تمام. طيب استاذ بهاء، سؤال اخير قبل ما نختم فقرتنا الوقت، حضرتك في اي دعم محتاجه مثلا من الدوله او من وزاره الشباب والرياضه بالنسبه للمشروع؟ والله ان هم يسهلوا لنا مثلا في اجراءات مثلا بتتاخد. لو انا جيت مثلا اكتشفت حد وصلنا الكباتن او المدربين وصلوا ان في حد كويس، ساعه لما نيجي نوصله لفرصته يعني بنفضل ان هم يساعدونا، لان في طموح شباب وموجوده. وانا بقول لحضرتك وان شاء الله نتقابل تاني في حلقه تانيه ان شاء الله، باذن الله. وهيكون معايا ناس من نفس الاكاديميه دي، لان عندنا زي ما بقول لحضرتك في مواهب كتير. قصه لسه هو تركيب، هو في ناس يعني، انا مش انا اللي بقى المدير. طبعا هو انا راعي، بس في مدير اللي هو بيشوف الحاجات اللي ناقصاه وبيحتاج يكملها وبيكملها ان شاء الله. تمام. هو حضرتك واخد دور موضوع الرعايه بس. بس بخش في الموضوع يعني، بخش في التفاصيل عشان افهم. طبعا افهم. طبعا لازم تكون ملم بالموضوع، مش معنى الرعايه بس يبقى لا، لازم تكون ملم بالموضوع ان شاء الله. ما فيش حد بيحرم من انه ياخد حاجات من بلده ومن دولته، وان شاء الله البلد يعني هتوفر لنا كل حاجه ان شاء الله. ربنا يوفقكم. وانا بنشكركم جدا على المعلومات القيمه جدا واللي استفدناه منكم، وبنشكرك على فكره المشروع بتاعت حضرتك ده وفكره الرعايه ديت يا استاذ بهاء. شرفتنا جدا. ربنا يخليك. شرفتنا كابتن شريف، وربنا يكرمك كده ونسمع عنك في كبار الانديه ان شاء الله. شكرا. هنخرج فاصل وراجعين، انتظرونا مع الفقره الثانيه من فقرات برنامج ولاد بلدنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل لاستكمال فقرات برنامجنا، الفقرة التانية من برنامج ولاد بلدنا. الحقيقة النهاردة أنا معايا نجمة وصديقة إعلامية، هي مش صديقة بصراحة، بالنسبة لي مش صديقة، هي أستاذتي، وأنا أفتخر جدا وأنا على الهواء مباشر إن أنا أقول هي أستاذتي، وهي أول واحدة حطتني في مجال الإعلام. مذيعة جريئة جدا، عندها الجراءة إن هي لدرجة إن هي تعمل برنامج عن كرة القدم في ظل هروب معظم المذيعات في مجال الإعلام من تقديم برنامج كروي، لأن تقديم برنامج كرة قدم تقدمه مذيعة، ده طبعا من الحاجات النادرة اللي احنا ممكن نشوفها. مذيعة جريئة جدا، طبعا خاضت تجربة جريئة جدا. طبعا أنا مش عارف، لو مهما قدمت مش هعرف أتكلم ومش هعرف أوفيها حقها بصراحة، وأنا بقول الكلام ده على الهواء مباشر. معايا النهاردة الدكتورة الإعلامية اللي صادف وجودها وجبتها برضو النهاردة علشان شرفتني في البرنامج، على أساس نحتفل بذكرى احتفالات جمهورية مصر العربية باحتفالات 6 أكتوبر، بنهنئ طبعا القوات المسلحة وبنهنئ شعب مصر بذكرى انتصارات أكتوبر، واللي بيصادف برضو في نفس الوقت عيد ميلادها. معايا الإعلامية الدكتورة حور ناجي. مساء الخير يا دكتورة. أهلا، مساء الخير يا سلام. ميرسي على المقدمة الجميلة دي بجد. دكتورة حور، ده أقل مقدمة ممكن نقدمها لحضرتك في ظل وقوف حضرتك جنب المواهب الشابة ومساعدتهم في إنهم يظهروا على الشاشات. بس إحنا طبعًا لما اتكلمنا عن جراءة حضرتك في تقديم البرامج الكروية، طبعًا حضرتك ليكي باع طويل في تقديم البرامج الكروية، وغير كده بتقدمي حاليًا برنامج طبعًا على أحد القنوات الفضائية برنامج كروي. إحنا عايزين نعرف الجراءة اللي جت لحضرتك ديت إنك تخوضي في مجال زي ده، جت منين؟
اكتسبتيها ازاي؟ والله هو في البداية أصلا أنا عندي والدي الله يرحمه هو اللي جرأني، يعني هو اللي كان دايما بيشجعني، وحبيت كرة القدم من خلال أخويا الكبير كان بيعشق كرة القدم، فأنا خلاني حبيت كرة القدم وطلبت من والدي إن أنا ألعب رياضة فوافق وما اعترضش، والدتي الله يرحمها برضو وافقت وما اعترضتش، فبدأت ألعب كرة وركزت فيها قوي نجحت فيها، حبيت مجال كرة القدم جدا. وبعد كده كان هدفي ان انا اشتغل في الاعلام وربنا وفق الحمد لله وقدرت ان انا ادخل المجال الاعلامي، واول حاجة اخترتها فعلا ان انا اشتغل في مجال كرة القدم المجال الاعلامي، وقدمت بالفعل لبرنامج مواهب الكرة كان على احد القنوات والحمد لله نجح وبقى ليه صيت كبير، وبعد كده قدمت الكرة مع حور وفي الاخر قدمنا نيو سبورتس، و يعني والله بجد انا كل امنيه حياتي ان انا اقدم اعلام رياضي محترم محتوى محترم الجمهور المصري فعلا يكون مقتنع بيه، نقدم كل حاجه جديده، وعشان كده اخترنا وفريق الاعداد عندي اختار برنامج نيو سبورتس عشان دايما نقدم كل حاجه جديده، كل ما هو يفيد الكره كره القدم المصريه، لان طبعا انا انتمائي لكره قدم في الاول والاخر، وطبعا انا في البرنامج برضه مش هظلم في نيو سبورتس، مش هنظلم ابدا الرياضات الثانيه زي البرامج الثانيه، ولكن هيبقى طبعا تخصصه اكتر كره قدم، وانا حابه كده علشان نقدر فعلا ندي حاجه ندي ماده عايزين نطور بقى، يعني عايزين نطور كره القدم. هي تجربه جريئه في حد ذاتها ان حضرتك تقدمي برنامج رياضي. حبيت اطلع على شاشات عشان اقدم فعلا محتوى كروي يكون متطور يفيد الشعب المصري، عندنا تلتين البلد عندنا شباب يا اسلام. طبعا. فاحنا نستغل الكوادر ديت شبابنا، يعني اكتر حاجه فعلا بتلفت نظري ان احنا ما شاء الله تاتش وود على مصر في شباب كتير، الشباب دول لو استغلناهم ان هم يلعبوا رياضه هنقدر طبعا ان هم يتوجهوا اتجاه نافع لنفسهم ونافع للبلد، ومن خلال برنامجك برضو جميل ان انا بجد بناشد كل ام وكل اب ان انتوا تودوا اولادكم الانديه اقرب نادي ليك وديه يلعب كوره وديه يلعب اي رياضه هو بيحبها، بجد هتستفيدي اخلاقياته هتتحسن جدا، هيدخل يلاقي الكابتن بيصلي هيدخل يصلي معاه، زمايله بيصلوا هيصلوا معاهم. طبعا الرياضه الاخلاقيات هتبقى عاليه لان الارتباط اللعيب بالمباريات والمنافسات بتخلي اللاعب يقرب من ربنا اكتر، وبتمنع العنف بتمنع اي حاجه، يعني على الاقل مش هيشرب مخدرات مش هيشرب سجاير هيبعد عن اي حاجه سيئه، وغير كده كمان ان جسمه بيتبني صح، مش شرط يدخل الاهلي مش شرط يدخل اللياقه البدنيه في حد ذاتها في كل الاحوال جسمه هيتبني صح وهيبقى انسان رياضي وجسمه هيبقى مبني طول حياته صح وهيبقى عايش طول حياته صح، فمن هنا حبيت ان انا اقدم برنامج رياضي، وبما اني كنت بلعب كره قدم وبعرفها كويس وعندي طبعا خبره فيها فالمسميات الكوره مش صعبه عليا. مسميات الكوره ما لسه كنت هقول لحضرتك دلوقتي على مسميات الكوره مش سهله، طوليه وعرضيه وسرد باك وبلنتي ومش عارف، فدي كلها مسميات تتطلب اللي بيتكلم فيها يكون فاهمها. بحلل مباريات كره القدم كمان طبعا كنت بلعب يعني كوره وفاهمه وعندي الملكه دي كمان، يعني حتى الحلقه بتاعت حضرتك اللي كانت الاسبوع الماضي اللي عملتيها عن نادي الاسماعيلي كانت حلقة مؤثرة جدا وكانت حلقة جميلة جدا، يعني يا ريت ننزل بالفيديو يا جماعة بتاع نادي الإسماعيلي. اتفضل. الإسماعيلي السمسمية يعني درويش الكرة المصرية، الأصفر مع الأزرق يعني برازيل العرب، مش هقول مين ولا مين ولا مين، حازم وعماد سليمان ولا حمص وسعفان الصغير وكتير وكتير وكتير، محمد بركات ولا سيد معوض. على فكرة أنا مش بتكلم على الأهلي، أنا بتكلم على الإسماعيلي، بتكلم على لعيبة الإسماعيلي، بتكلم على نادي الإسماعيلي، نادي الإسماعيلي اللي كنا بنشوف فيه الكرة الحلوة اللي كلنا كنا بنستمتع بيها، نادي الإسماعيلي اللي كان بيورد أكبر لعيبة للأندية الكبيرة للأهلي وللزمالك وكان القطب الثالث للكرة المصرية. بقالنا ثلاث مواسم دلوقتي في الوقت الحالي ما بنشوفش النادي الإسماعيلي. النادي الإسماعيلي للأسف وكل أسف بدأ بينافس على
الهبوط مش الصعود زي ما كنا متعودين ان النادي الاسماعيلي بينافس على الصعود دايما وبيورد لنا اكبر اللعيبه في مصر زي ما قلنا الاسامي اللي قلناها دلوقتي لحضراتكم ودي حاجه غريبه جدا جدا بنشوفها بقالنا 3 مواسم في الوقت الحالي. عملنا استطلاع راي لناس كتير جدا وكلهم كبادن يوصل للانحدار الغريب دوت الا طبعا الا اذا كان في اسباب كتير وقع فيها النادي وحاجات حصلت في النادي نفسه يعني عليها علامات استفهام كتيره جدا اتمنى انها تبان على الساحه في الوقت القريب لان فعلا اكتر حد ممكن يكون زعلان على هبوط النادي الاسماعيلي هو كون انا لان فعلا يعني انا كنت بتابع لعيبه كتير جدا كانت بتطلع وكانت لعيبه فعلا ليها طعم حلو. لعيبه الاسماعيلي ليها مذاق خاص فعلا برازيل الكره المصريه والكره العربيه هو الاسماعيلي. كون ان النادي كده يختفي مره واحده ونلاقيه بدا ينزل لحد ما يعني مش عايزه اقول ان هو هبط وان شاء الله مش هيهبط لكن يا جماعه تعالى نحط ايدينا على الاسباب ونحاول ناخد برده بالاسباب ونرفع من شأن النادي الإسماعيلي مرة تانية ونشوف إيه الضربات اللي موجودة في النادي علشان نطلع تاني ننافس. إحنا دلوقتي عندنا الأهلي والزمالك طبعاً القطبين ومعانا بقى دلوقتي القطب الثالث يعني مش هنقدر نقول الإسماعيلي دلوقتي للأسف لكن عندنا القطب الثالث دلوقتي نادي بيراميدز بالصفقات وحجم الصفقات اللي نادي بيراميدز بيعملها في الوقت الحالي أصبح بقوا ثلاث بقوا القطبين ومعاهم بيراميدز بقى القطب الثالث لهم. طيب فين الاسماعيلي من ده؟ فين اداره الاسماعيلي؟ فين عيله عثمان اللي ماسكين نادي الاسماعيلي؟ نشتغل على الموجود ونشتغل على المتاح ونحاول نجيب لعيبه ثانيه ونحاول ندخل رجال اعمال والناس كلها يا جماعه يا ريت تقعد مع بعض في نادي الاسماعيلي النادي اللي طلع رجاله لمصر رجاله حقيقيه يقدر ان هو يعيد الامجاد من ثاني وينافس وبدل ما يبقى ثلاثي أضلاع يبقى رباعي ويبقى مربع كبير تقدر الكرة المصرية تطلع منها لعيبة للمنتخب تفرز لعيبة جامدة جدا لمنتخب مصر ونقدر نعمل بيها حاجة كويسة ننافس بيها على كأس العالم إن شاء الله اللي جاي ربنا يوفق إن شاء الله. دكتورة بعد ما شفنا الفيديو اللي اتعرض لحضرتك فيديو مؤثر جدا يعني يكاد حسينا ان حضرتك بتنعي النادي مش مجرد ان انت بتتكلمي عن النادي كان له باع طويل وكان له تاريخ طويل حاليا يمكن ما عدناش بنسمع عنه قد كده في المنافسات القوية. هو بالفعل في الحلقة اللي فاتت دي الحلقة كانت عاملة ضجة كبيرة ولقت استحسان كبير من الجمهور الحقيقة اسلام هو انا فعلا كنت بنعي النادي يعني انت شايف النادي الاسماعيلي وحد كان بيلعب كوره زيي فبجد نادي الاسماعيلي كان بالنسبه لي يعني مثل اعلى اللعيبه فعلا زي ما انا قلت في الحلقه كان طعمهم حلو يا اسلام بيلعبوا كوره جميله لو عايز تتفرج على مباريات حلوه او ماتشات حلوه كنت تجيب المباريات بتاعه الاسماعيلي وهو بيلعب مع الاهلي وهو بيلعب مع الزمالك شوف لعيبه الاسماعيلي كانوا بيعملوا ايه الانديه الكبيره كلها كانت بتاخد من النادي الاسماعيلي الزمالك والاهلي وبرده رغم ان كان بيورد لعيبه للزمالك وللاهلي لكن برده كان بينافس على القمه طبعا لما طبعا تلاقي النادي الكبير اللي هو كان بجد عامل باع كبير وناجح ومتالق مره واحده كده يقع يعني بجد انا كنت بنعي النادي الاسماعيلي اتمنى من الناس القائمين على اداره نادي الاسماعيلي يراجعوا نفسهم تاني ما ينفعش النادي الاسماعيلي يقع انا مش اسماعيلويه انا اصلا صعيديه واتولدت في اسكندريه وعشت في نادي الدراويش وماليش اي علاقه بالاسماعيليه غير ان هي من بلدي الاسماعيليه هي جزء من مصر طبعا بلد جميله وشعب جميل وانا فعلا من اكتر الناس اللي اتمنى فعلا النادي الاسماعيلي يرجع تاني ويعود ونبقى عندنا 4 اضلاع جامدين اهلي والزمالك بيراميدز الاسماعيلي ربنا يوفق يا رب. طيب حضرتك احتجت تاخدي كورسات بقى مثلا في مجال كره القدم على اعتبار ان انت تقنيها اكتر طبعاً. ولا اكتفيتي بان انت مارستيها اساسا؟ انا بطبيعه الحال دايما هتلاقيني دايما بشتغل على نفسي بطور سواء في الاداء الاعلامي او في الاداء الكروي او التحليل الفني باخد كورسات كمان دايما باخد اخدت كل الدورات في كره القدم الحمد لله يعني تقدر تقول عليا مدربه كره قدم ما بتمارسش العمل انت حضرتك كده المفروض تدربي فريق اصلا انا ادرب في انديه كتير لكن انا بحب الاعلام
يعني الاعلام الرياضي ده حياتي. طيب. يعني رغم ان انا بقدم بيت حور هنا برضو على قناه الصحه والجمال برنامج شامل، لكن انا الاعلام الرياضي فعلا فعلا هو حياتي. طيب تحبي هو ده الحاجه الوحيده اللي انا ان شاء الله ربنا يدينا ويديك العمر واقدر ان انا اكمل واقدر ان انا افيد فعلا الجمهور المصري بمعلومه حقيقيه ونقف جنب شعبنا وجنب شبابنا ونديهم فرص كتير. طيب. ان هم يظهروا وكلهم يطلعوا للنور ويحققوا بقى ونطلع كده. توجهي كلمه حضرتك النهارده بمناسبه احتفالات مصر بذكرى انتصارات 6 اكتوبر. طبعا بقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين. بقول لكل الشعب المصري خليكم فخورين جدا زي ما انا فخوره جدا ان انا مصريه. دايما تبقوا فخورين بمصر. وزير الدفاع الاسرائيلي قال ان حرب اكتوبر هي كانت بمثابه زلزال هز اسرائيل كلها. طبعا. ولم نقدر على اعاده الشعب المصري او الجنود المصريين الى الخلف. الكلمه دي ليها اسلام معاني كتيره جدا. طبعا جدا. زي ما الراحل بيقول لكل مصري عيش بعزه وكرامه، افتخر قوي قوي ان انت مصري. يكفي ان الزعيم الراحل انور السادات لما ذكر ان استطيع ان اطمئن وامن بعد خوف ان هذا الوطن اصبح له درع وسيف. طبعا. مقوله عظيمه جدا بتثبت مدى جداره الجيش المصري والقوات المسلحه المصريه. الجيش العظيم المصري ما تخافوش على مصر، مصر الحمد لله من اقوى الدول. مصر جبارة بجد بشعبها الجميل، شعبها الطيب، شعبها الحنون. كل سنة وكل أم طيبة، كل سنة وكل أب طيب، كل سنة وكل شهيد يا ربي في الجنة إن شاء الله، وكل سنة وانت طيب. اسمحي لنا دكتورة بمناسبة النهاردة عيد ميلادك، أسرة البرنامج محضرة لحضرتك مفاجأة يا ريت إن هي تنال إعجابك بمناسبة عيد ميلادك. كل سنة وحضرتك طيبة ومزيد من الصحة والسعادة. أشكرك إسلام أستاذتي وزميلتي في مجال الإعلام الدكتورة حور ناجي. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن الشيف الجميل اللي عامل لنا التورته الجميله. الاستاذه حور هي طبعا اقل هديه ممكن نقدمها لك. التورته الجميله اللي عاملها لنا الشيف الجميل الاستاذ عبد الرحمن. عليها صورتي انا ومحمد صلاح. اتفضل يا دكتور. محمد صلاح. ايه بل. ميرسي ميرسي جدا. كل سنه وانتم طيبين. ميرسي جدا شيف عبد الله. نشكر الشيف عبد الله من اجمل الشيفات في مصر في مجال الحلويات. واجمل حاجه ان عيد ميلادي مع نصر اكتوبر. بشكركم جدا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين.